سأبدأ معك سعادة العميد، يعني ما أفهمه على الأقل أنه أي هجوم في الدنيا بيقاس بحجم التأثير، حجم الضرر في الزاوية الأخرى المقابلة، كذلك من الرسائل وراء عملية الاستهداف. سيدي، لدينا استهداف في الضاحية الجنوبية تتذكر، ومقتل فؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله، ولدينا الآن ما يطلق عليه بالاستهداف في ضواحي تل أبيب. حدثني وقارن معي أيهما كان أكثر تأثيرا، وهل الكفة العسكرية فيها تعادل سعادة العميد أو لا؟ ربما تأخذنا في مسار طرف على حساب الآخر. تفضل. مساء الخير. أهلا. أولا فعلا الأمور مرهونة بنتائجها. عند الإقدام على فعل ما نتقصى النتائج والمؤديات إلى ماذا أدت عملية الضاحية الجنوبية باغتيال فؤاد شكر النوعية، وأعطت النتيجة الملموسة كما نعرفها. عملية حزب الله صبيحة هذا اليوم في إسرائيل، أو كما ادعوا في العمق الإسرائيلي، لم نرى نتائجها. والملفت للنظر أن نصر الله في خطابه اليوم لم يبرز الدليل، وقد ترك الدليل على نتنياهو. الحجة على من ادعى أنه فعل ذلك ويقدم دليله. هذا القصد سيدي العزيز، وهنا الجواب العميق على سؤالك. القصد ليس فقط الرد على اغتيال شكر، هو رد لأجل الرد فقط، يعني رفع اعتبار لأجل الرد، لكن القصد الرئيسي والأساسي من ذلك هو محاولة استعادة توازن الردع ما أمكن، الذي فرضته إسرائيل، أو ردم الهوة ما بين الردع الإسرائيلي والردع الحزب اللهوي إذا جاز التعبير. إسرائيل منذ عدة أيام ومنذ أسابيع قد أرست الردع الحاسم بالعمليات التي أجرتها في ضرب العمق اللبناني وما وراء العمق اللبناني، عندما ضربت حلب وحمص وحماة، وهذه هي خطوط الأمداد والتجمع الإمدادي الرئيسي اللوجستي لحزب الله، كون الخطوط والحدود اللبنانية السورية متصلة بفعل الاحتلال لحزب الله لهذه المناطق، أو حزب إيران في لبنان. البقعة الخلفية في عندما ضربت إسرائيل في معلبك والهرمل والجوار، والبقعة الوسيطة في صيدا وفي النبطية، والبقعة المتقدمة في بنت جبيل عيت الشعب إلى آخره. إذن إسرائيل حددت لنفسها بنك أهداف وتطبقه على الأرض، وهي مستندة. طيب، كذلك على الأقل داعية. الطرف المؤيد لحزب الله بيؤكد أن هناك نقاط تم استهدافها، يعني قاعدة جليلوت وقاعدة عين شمر إن كان نطق صحيحا، وطبعا الإفادة من جانب إسرائيل أنه تم إصابة جندي واحد وتم نقله إلى المستشفى وتوفي هناك. سيد محمد، أنا وضعت علامة تعجب صراحة، لا طرف من الطرفين قدم إفادة واقعية، أي قدم دليلا على ما قام به. الأمر مقصود أو لا أنا لا أعلم، لماذا لم يقدم طرف من الطرفين على الأقل دليلا عسكريا ميدانيا مصورا ملموسا لبنك الأهداف التابع له؟ الأمر كالعادة نقول الطرف الإسرائيلي كاذب يا سيد محمد، ربما كذب في كل شيء، مضلل، روايات كاذبة فارغة هاوية، لكن هذه المرة لماذا لم يقدم حزب الله دليلا عمليا مصورا لما تم استهدافه يا سيدي؟ هل من إجابة؟ يعني ليس لدي مبررات واضحة لتفسير عدم الإحضار مثل هذا الدليل إذا وجد، لأنه أعتقد بأنه أيضا هذا جزء من عملية كشف الحقائق، قد يأتي في فيديو منفصل، قد يأتي في توقيت منفصل. طب ولكن إسرائيل يا سيد محمد، يعني إن كانت راغبة في النفي، لماذا لم تقدم أيضا دليلا على عدم صدق رواية حزب الله أو حسن نصر الله؟ يعني من إسرائيل يعني مشغولة منذ ساعات الفجر المبكر في نسج أكذوبتها وروايتها الكاذبة حول ما حصل. إسرائيل بدأت بالحديث عن
عملية استباقية وإصابة صواريخ استراتيجية ومنع حزب الله من إطلاق أكثر من 6,000 صاروخ، والحديث عن مشاركة أكثر من 100 طائرة إسرائيلية بهذا الهجوم. وكان هناك تهويل إعلامي كبير، بعد ساعتين فقط بدأت الصورة تتضح، وبدأت حتى التقارير الرسمية يعني أن يخرج بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة مرتين، وزير الأمن مرتين، المتحدث باسم الجيش مرتين، وفي كل مرة يعني يتم الإدلاء بتفاصيل أو ردود أو بعض الأمور المرتبطة بالضربة وبطبيعتها وأهدافها ونتائجها. وحتى يعني الصور التي عرضتها إسرائيل ليست صور وإنما هي يعني رسومات توضيحية تم إعدادها، ويعني الجميع يعرف كيف تتعامل إسرائيل مع كل ما يتعلق بما يسمى بالبروباغندا الإعلام الإعلامي. ولكن من ناحية انطلع على الإسرائيليين هذا الأمر، يعني هذه لا الرواية لا هذا كذلك هذا أشاركك يا سيد محمد، هناك فيديو يعني ربما يتم تداوله، علقت إسرائيل في صفحاتها الرسمية باللغة العربية على فيديو يوضح قصف أهداف لمواقع ومراكز تابعة لحزب الله، وعلقت عليه بآيات من سورة الفيل من القرآن الكريم. يعني الأمر عجيب صراحة سيدي. الرواية الإسرائيلية لم يصدقها الإعلام الإسرائيلي ولا الشارع الإسرائيلي. إسرائيل منذ ساعات الصباح يعني كان هناك تكذيب، كان هناك عدم تصديق. قرار رؤساء البلديات والمجالس المحلية في منطقة الشمال مقاطعة الحكومة بعد الإعلان عن هذا الهجوم هو مؤشر على عدم الثقة الموجودة والمتزايدة في الشارع الإسرائيلي لقيادته السياسية. يعني فقط بملاحظة بأنه في معادلة الردع وأهداف الحرب، أعتقد بأن المساومة بين التوقعات من ضربة لحزب الله وإسرائيل فيها الكثير من يعني عدم الموضوعية، لأنه لا نتحدث عن جيشين، لا نقول بأنه حزب الله لم يدعي بأنه لديه قدرات موازية لإسرائيل، ولكن أعتقد بأنه هناك رسائل معينة للضربة الإسرائيلية وللضربة لضربة حزب الله التي أتت بعد الإعلان الإسرائيلي. يعني لا يمكن الحديث عن ضربة استباقية وبعد دقائق يكون هناك أكثر من 300 صاروخ. الآن هذه الصواريخ نحن شاهدناها في الجليل، يعني لم يتم فقط الإعلام أو تداولها في الإعلام، وبالتالي هذه الرسائل المرتبطة بقضية الردع، هذا هو المهم. التوقيت، وجود القيادات العسكرية الأمريكية في المنطقة، البارجات الحربية، التواجد الأمني، التصريحات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، ورغم ذلك يقوم حزب الله بذلك. في ذلك طيب الكثير من طيب الرسائل التي يجب يعني التوقف عندها. طيب سعادة العميد، هناك أسئلة من زاوية عسكرية بحت، لماذا اقتصر الرد من حزب الله على صواريخ الكاتيوشا وليست أنواع أخرى من الصواريخ؟ كذلك لماذا لم يذكر بوضوح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنواع المسيرات التي تم استخدامها؟ الأمر مجهل، هل من سبب يا سيدي سعادة العميد؟ السيد الكريم وهذا سؤال مهم أشكرك عليه. فعلا اختصار الرد على هذا الحجم وإن زاد كما لأنه حافظ على نوعيته في الكاتيوشا والجراد وما شبهها من صواريخ قصيرة المدى لا تتعدى 22-23 كيلومتر بطبيعتها. هذا نحن نتلهى هل أصابت لم تصب. نتنياهو فعلا يكذب، لكن نصر الله كذلك لم يقل الحقيقة. لا أريد أن أتلهى بذلك، لم يقل الحقيقة أم أن الحقيقة مقتضبة يعني، بس كي أدقق في معنى الجملة. نعم. أوكي. الرسائل، المغزى وراء ما يجري هو أن إيران بحد ذاتها وهي التي تمون على حزب الله في كل شيء، وحزب الله هو الترجمة الحرفية للتوجهات الإيرانية. إيران تحت الضغط الأمريكي والخطوط الحمراء بفعل الحشود الأمريكية والأساطيل و45 ألف جندي ومدمرات وفوارج وكافة أنواع الأسلحة الهجومية القتالية الردعية، والتي أرست ردع استراتيجي ولا بل جيو استراتيجي إقليمي.
دعا بإيران إلى أن تخفف لهجتها عندما بدأ الخامنئي يقول إسرائيل ستزول، وتصريحات علنية كبيرة الحجم. سرعان ما خفت الوتيرة بفعل هذه الخطوط الحمراء التي رسمتها أمريكا وأرسلت الرد على إيران. ولذلك رأينا كيف أن حزب الله بالترجمة الحرفية للتوجه الإيراني، كذلك إذا تذكرون الخطاب ما قبل هذا الخطاب لحسن نصر الله كيف خفف السقف، في حين في الخطاب الأول بعد اغتيال هنية وشكر كان السقف العالي، لكن في الخطاب الثاني قال يواش يواش وللحرب حسابات أخرى، وعدم الرد هو بمثابة رد. الآن في الخطاب الأخير رأينا كيف أنه لا يتخطى الخطوط الحمراء التي رسمتها إيران له والتي رسمتها أمريكا لإيران. يعني هو ينفذ الخطوط الحمراء التي رسمتها طيب. أمريكا لا يتجاوز فهمت سعادة العميد، فهمت وهذا خيط مهم يعني بشكرك عليه سعادة العميد، وأذهب إلى سيد محمد. سيد زيدان، يعني بالضبط حسن نصر الله ذكر هذه الكلمات بعد أن استقر حزب الله أن الموجود، وهو بيشير إلى طاولة النقاش والتفاوض مضيعة للوقت، جاء الرد من حزب الله وبشكل منفرد، متبقي الرد من إيران، الرد من اليمن، وإعطاء محور المقاومة حرية، قدر من الحرية متى يرد. وقال أنه قبل العمل تحت درجات الاستنفار الأمني القائمة في داخل إسرائيل. أولا أنا سؤالي لحضرتك، يعني كيف مرت هذه الكلمات على داخل الإسرائيلي؟ هل فعلا هناك حركة ترقب، حالة ترقب ربما للرد الإيراني، أو كما لمست من كلمات سعادة العميد أنه الأمر ضمن قواعد الاشتباك، وهناك خطوط حمر أمريكية تم رسمها في المنطقة لكل من سيرد على إسرائيل، بالتالي إما لا رد أو رد مقتضب، رد محدود لا يعطي التأثير، أليست هي الضربة موجعة لإسرائيل؟ الإجابة بالنفي، لن تكون رادعة أو قاسمة للظهر. سيد محمد، يعني اليوم التصريحات من القيادات العسكرية الإسرائيلية والمحللين العسكريين كان مختلف تماما لما نسمعه الآن. تمير هايمان رئيس الاستخبارات العسكرية السابقة، أفيغدور ليبرمان وزير الأمن السابق، عاموس جلعاد، نتحدث عن شخصيات قيادية في وخبراء في الأمن الإسرائيلي كذبوا رواية بنيامين نتنياهو وصدقوا وتحدثوا عن أن رواية حسن نصر الله هي أقرب إلى الحقيقة، وبالتركيز على قضية نحن لا نتحدث عن حرب أو عن ضربة كانت ستؤدي إلى القضاء على إسرائيل، ولكن هذه الضربات من وجهة النظر الإسرائيلية، خاصة إذا يعني نظرنا إلى ما حصل في فترة الانتظار خلال الأيام السابقة منذ الاغتيال وحتى اليوم في إسرائيل، لا يوجد أي إنسان عاقل يمكن أن يقول بأن القيادات الأمنية والمجتمع الإسرائيلي لم يعيش حالة من الرعب والانتظار، ولهذا ثمن ليس فقط نفسي وإنما أيضا ثمن مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وبتعامل مدى ثقة الجمهور الإسرائيلي بقيادته السياسية، خاصة وأنه الجيش والحكومة عاجزة عن إعادة عشرات آلاف الإسرائيليين إلى بيوتهم التي تم يعني تهجيرهم منها في الحدود الشمالية، وهذا أمر جدي. أيضا يعني وجود الرسالة التي يرسلها هذه الضربة أيضا في المفاوضات، يعني فقط للملاحظة إسرائيل في المفاوضات التي تجري في القاهرة تفاوض على كل شيء إلا على القضايا الهامة في المفاوضات، يعني يتحدثون عن تقليل بعض القوات هنا وإزاحة بعض القوات هناك، معبر فيلادلفيا، يعني ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لغزة ومحاولة التهرب من الاستحقاق الأساسي وهو الهدف الأساسي للمفاوضات، إنهاء الاحتلال وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وبالتالي يعني ارتباط هذا الأمر أيضا مع الرسالة التي أرسلها صاروخ أطلق من غزة قبل قليل، يعني تم الإعلان عنه إلى منطقة المركز. الآن مثل هذه الصواريخ لا تؤدي إلى انهيار إسرائيل ولا حتى إلى أضرار مادية، ولكنها ترسل رسائل سياسية مرتبطة
هذه الجبهات التي خرجت ومرتبطة بالعدوان المتواصل يعني على القطاع. البعض ربما كان منتظرا أو مترقبا لرد أعنف، ربما سيد محمد.